السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم سعادة وفرح في هاليوم الجديد اللي فيه إن شاء الله كل خير وصحة وعافية، وهذا أهم شيء. منكم معاكم اليوم أنا ونور في حلقة جديدة من برنامج صباح رباح، برافقكم خلال ساعة صباحية فيها محطات خارجية مختلفة وفقرات داخلية متنوعة. نعم يا خلود، إن شاء الله مواضيعنا اليوم تعجب مشاهدينا. أصبح عليكم أنا بدوري مشاهدينا وأتمنى لكم صباح سعيد. ونفس ما قالت خلود من محطاتنا الخارجية، اليوم بنروح بجولة مع البلدية وأخوي حمد الفياض لمدرسة الرشاد الابتدائية للبنين للحديث عن أهم الشروط الصحية وشروط النظافة العامة اللي لازم تتوفر في مقاصف المدرسة. وأيضا عندنا ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة مريم الحمادي، بنتكلم عن الموسم الجديد للتطعيم حق الكبار والصغار. وما يخص الرياضة، اليوم بنستقبل اللاعبة أمال محمد صالح ولاعبة منتخب كرة السلة، وآية مجدي لاعبة كرة الطاولة. بنتحدث عن مشاركة منتخباتهم في دورة الألعاب الآسيوية في كوريا الجنوبية. وأيضا اليوم معانا دعاء الفياض، بتطلعنا على الاجتماع الفني الخاص بفعاليات البرنامج الأولمبي المدرسي للموسم الجديد. أما بدايتنا بنستهلها بأبرز عناوين صحفنا الأربع الصادرة صباح اليوم. مشاهدينا، صحفنا طبعا الأربع الصادرة صباح اليوم فيها مجموعة من العناوين الشيقة، بنبتديها مع الشرق. الشرق أول خبر في الشرق يقول: سموه يصدر مرسوما بقانون بتعديل نظام القسائم التعليمية ويستلم أوراق اعتماد سفيري أمريكا وفرنسا. قرارات أميرية بإنشاء كليتي جوعان بن جاسم للقيادة والأركان والزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية. ثاني خبر في محليات الشرق: 9 حملات معتمدة وحملتا البر تغادران 27 و28 ذي القعدة، الانتهاء من فرز المتقدمين للحج الأسبوع الجاري. أيضا محليات الشرق، الخبر الثالث في نسختها الجديدة بعنوان: لمن يهمه أمري، العمل وقابكو توقعان اتفاقية لتجديد رعاية حملة دلني. والخبر الأخير في الشرق وأيضا من محليات الشرق مشاهدينا: أكد تنفيذ استراتيجية ومشروعات جديدة دكتور يوسف الملا، الدوحة تستضيف المنتدى الدولي الرابع لمكافحة الاتجار بالبشر ديسمبر المقبل. هذه الأخبار أو العناوين اللي كانت في جريدة الشرق، وأنا عندي جريدة الوطن. وأولى العناوين: رئيس الوزراء، هدفنا المشاركة الشعبية في أمن المجتمع، رسالة جائزة الأمير نايف للأمن العربي سامية. في متابعات جريدة الوطن، إصدار وثيقة السلوك المهني للتربويين تتضمن العديد من البنود الملزمة، تتكون من 10 معايير تمثل الأساس للممارسات المهنية. وفي الوطن الثقافية، جائزة أدب الطفل في مهرجان شفشوان، دورة ندوة للتعريف بالجائزة والترويج لها ودعوة المبدعين المشاركين فيها. طبعا أكيد حطوا بعض الصور للي موجودين في هذه الندوة ولتكريم الوفد بالجائزة، وأكيد أنه يسرنا أن عائشة الكواري تكون هي الممثلة لدولة قطر. أكيد. عندي أنا حين جريدة الراية مشاهدينا من محليات الراية: متوسط نسبة الحضور بلغ 88% أصحاب التراخيص، إقبال كبير ثاني أيام العام الدراسي والدوام الكامل لليوم، 90% نسبة الحضور بالابتدائية و95 بالإعدادية و80 بالثانوية. الاختبارات الشخصية نهاية الأسبوع وبدء تسجيل الغيابات بموقع المجلس. أولياء الأمور يعتذرون لتغيب أبنائهم ويأكدون الحرص على الحضور. الخبر الثاني في الراية: بدء تسجيل فرق الكشافة والمرشدات بالمدارس. حلو من أول السنة. في الخبر الثالث في الراية: اعتبارا من 26 أكتوبر المقبل، القطرية تطلق رحلات مباشرة إلى بوكيت بتايلاند. والخبر الأخير أيضا: دفعة ثانية من المساعدات القطرية للشعب العراقي. شلون عندك جريدة العرب؟ جريدتي بس المفروض نبدأ في جريدة العرب. ونفس ما قالت نور، دفعة ثانية من المساعدات القطرية للشعب العراقي. وأيضا عندنا في جريدة العرب: إلغاء دوار الريان ليصبح طريقا باتجاهين.
والعرب الاقتصادي في محلي. دول الخليج تواصل جهود تنويع مواردها الاقتصادية، قطر تفوق نظيراتها على الصعيد النمو خلال 5 سنوات. وآخر الأخبار رياضية نقدر نقول في جريدة العرب، الجيش يفوز على توباتي ويلحق ببرشلونة بالنصف نهائي، أول فريق قطري يتأهل في سوبر كلوب. هذه كانت كل أخبارنا في صحفنا المحلية اليوم. ومن صحفنا مشاهدينا خلونا ننتقل لأولى محطاتنا الخارجية ونتعرف الحين على الشروط الصحية وشروط النظافة العامة اللي لازم تتوفر في مقاصف المدرسة. ومن مدرسة الرشاد الابتدائية المستقلة للبنين، فريق الريان بقيادة أخوي حمد الفياض رافق البلدية في هذه الجولة. صباح الخير أخوي حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، صباحكم الله بالخير. صباحكم الله بالخير. تشوفون يعني اجواء المدارس اوريدي بدت، واحنا اليوم معاكم من مدرسه الرشاد. طبعا هذه المدرسه اللي تتميز يعني صراحه بالتنظيم الخاص بالمقصف. طبعا المقصف بنذكركم بقى من نتكلم اكثر من ناحيه النظافه وناحيه الحفاظ وناحيه البلديه مع السيد مجدي زيدان من بلديه الريان. سيد مجدي صبحك الله بالخير. يعطيك العافيه. يعافيك الله يسلمك. طبعا احنا نبي نعلي صوتنا اكيد يعني صراحه ما شاء الله عليها. يعني بدايه المخصب. نعم ايامنا كان مخصب وحالتنا حاله وعرق وهذا، ولكن الحين المقصف صار بشكل مختلف، بشكل منظم. تلاحظ ان لابسين قفازات، الاشياء مغلفه. فشلون اهميه النظافه للمقصف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله رب العالمين، الامور كلها في تطور وفي الافضل. جميل. المقصف مثل اي مؤسسه غذائيه تعتبر بالنسبه لنا. حلو. جميع الشطات من مبنى، من عاملين، من معدات، من طريقة عرض، من طريقة تخزين. صحيح. هذه كلها أمور يجب الأخذ بالحسبان فيها وترتيبها حسب الشطات البلدية وحسب الشطات المجلس على الصحة النووي يتابعهم أيضاً. حلو. مجلس على الصحة يتابع بسبب حساسية الموضوع في أكثر من جهة تتابع موضوع مقاصف المدارس. حلو. من تصنيع المطاعم اللي تصنع إلى حين إيصالها إلى المقصف. جميل. شراي الكاميرا تجي بس شوي الكاميرا على اساس ان نبي نوري مشاهدينا شلون طريقه التغليف. يعني هم حتى اقل الاشياء حاولوا انهم يحافظون ان هي تكون مغلفه ومعبئه بشكل صحيح. نعم. هل هذه الطريقه او بهذا الشكل يعني توافق الاشتراطات الغذائيه؟ هي ما في مشكله ما دام العبوات البلاستيكيه مطابقه، ما عندي اي مشكله. طبعا الماده الغذائيه نفسها نظيفه مغسوله، ما في اي مشكله فيها. حلو. احنا في المقاصف في عندنا شيئين، في عندنا الصلاحية والقيمة. حلو، ايش رايك ناخذ لفة ونشوف؟ طيب. الصلاحية اللي هي المادة الغذائية. حلو. بس لو تعطيني بس دقيقة أوضح لك شو آلية وصول المادة الغذائية للمقصف. جميل. عبارة عن مطاعم، عندنا اللجنة الدائمة للمقاصف فيها أكثر من وزارة، أعضاء في أكثر من وزارة، البيئة، المجلس أعلى الصحة، وزارة الصحة البلدية. حلو. يتفقون مع المطعم، يتأكدون أن الشطاطة 100%، ويتم التعاقد معاه لإنتاج. طبعا المطعم هذا إنتاجه فقط للمدارس، يعني يبتدي من 12 في الليل بس ما ينتج للجمهور نهائيا. حلو. المطعم هذا ممكن يمسك 10 12 20 مدرسة. صحيح. شيء جيد، لكن أنا الحين بتكلم من وجهة نظر مهنية بحتة. الأمور جيدة، مسيطر عليها الحمد لله، لكن في عندي نقاط خطر هنا. صحيح. المطعم هذا الحمد لله مثل ما ذكرت انا ما بسوي بلا، لكن امور جيده. لكن اتكلم فيما لو احنا وظيفتنا كلمه لو هاي نمنعها. صحيح. لان الوقايه خير من العلاج. المطعم هذا صار عنده اي مشكله من مشاكل لا سمح الله قاعد يورد ل 20 مدرسه. معناه انا ايش صار عندي؟ مشكله في 20 مدرسه. صحيح. 7-8000 طالب. صحيح. اتمنى هذا حلمي وانا صغير. والحين لما شفته رجعتني وهذا حلمي حق عيالي. تعال خلينا ندخل وسط عيالنا. يا عيالنا طبعا حلم حق عيالي هذا الجيل اللي هو الهم عليه ان شاء الله انه يكبر ويعمر. صحيح. ليش ما المدارس يا اخي؟ انا اشوف اوروبا، اشوف البرامج التعليميه، يا المدارس نفسها مطاعمها موجوده داخل المدرسه، تنتج، تحضر، تقدم للطالب. الطالب يدخل في صينيه ظريفه، يحطوا له حليب، يحطوا له كذا فواكه، يحطوا له اكل معين. يعني تشجع ان المدرسه يكون عندها قيمه غذائيه لكن 100%. اول شيء نقلل من الخطوره، ان مثلا لا سمح الله المطعم صار فيه مشكله ياثر على 20 مدرسه. صحيح. عندك التحضير، عندك النقل، عندك التخزين في المدرسه، هاي كلها امور نقاط خطره. احسنت. ايش ناقصنا؟ ان المدرسه نفسها هي اللي تجهز اكلها.
ايش ناقصنا يكون عندي اخصائي اغذيه يقول لي والله الاكل هذا للعمر هذا للسن هذا قيمته الغذائيه مناسبه. معليش عفوا واحنا صغار الى الان سندويشات فلافل عفوا برجر جبن يعني معجنات مقليات صحيح ارجع البيت عيش اللي هو الرز صحيح كل ليله سندويشات يعني كل الاكل تقريبا نشويات صحيح والعناصر الغذائيه السمنه عندي امراض السكر للاسف انتشرت بين الجيل الصغير هذا كارثه امراض قله المناعه هذا كله بسبب ايش؟ الواحد يستحي يقول سوء تغذيه مصيبه احنا مش بدوله الحمد لله رب العالمين كل شيء موجود لكن محتاجين وعي ونظره صحيه هذا الجيل اهم يعني احنا معدين لكن هذا الجيل المهم هذا ثروه الدوله ما هو احنا عشان كذا عندنا هذا البرنامج وهذه الفقره جزاكم الله خير ان نكون نركز على هذه الامور يعني انا اتكلم شكلهم يبون يروحون تبون تروحون تشترون شيء تشترون تبي يعني تروح حتى العصاير حتى انت شريت خلصت ها خلص. اسمك والنعم والنعم يا ناصر زين سم يعني حتى العصاير تعال نشوف العصاير بكل انواعها سكريات مواد حافظه وين العصاير الطبيعيه وين الحلي وين المواد الغذائيه السائله المغذيه يعني ليش برنامج خواطر اتابعه في اليابان في امريكا في اوروبا كل مدارس يدخل بالصينيه صحيح يحطون له عبوه حليب يحطون له فاكهه يحطون له كذا 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 وجبه متكامله الناس بتقول لك تكلفة الحمد لله رب العالمين الحكومة ما مقصرة آخر شيء المادة صراحة يعني يقول لك التعود نبتديها من الابتدائي نعودهم العملية ما راح تجي بين يوم وليلة لكن أتكلم لأن هذا فعلا أنا قاعد أتكلم أفكر بعيالي والعيال الثانيين صراحة لأن الشيء فعلا يمسني ويمس كل الناس صح الموضوع هو عيالنا يعني كلهم عيالنا في النهاية بالضبط في النهاية صحيح طيب احنا الحين نلاحظ يعني أن ما في سوفت درينك او اشياء غازيه نشوف كلها عصاير أيه. يقدمونهم بالنسبه للمشروبات هو شوف الغازيات انا اذكر واحنا صغار من المدارس منعت هذه جميل. بسبب تاثيرها الغير صحي المباشر واللي عن تاثير قوي اكثر من العصاير هذه طيب لكن حتى العصاير هذه اقول لك انها صحيه كميه السكر فيها عاليه كميه المواد الحافظه فيها عاليه وبالتالي زين البديل صحيح البديل استعيض عنها بالمنتجات المغذيه حليب العصائر الطازجة واحد يقول لي مدرسة عصائر كل شيء يصير أكيد كل شيء يصير. يعني شيء شلون كانت مدارسنا شلون كنا قبل على دريشة من الخارج في الشارع ونقعد في الحوش في الحر صار عندنا مقصف ما شاء الله أحسن المدارس السابقة المقصف روحه المطعم هذا ما شاء الله مبنى أنا يوم ما دخلت حسيتهم صراحة يعني الله يهنيهم ولكن يعني يوم رجعنا لأيامنا إن شاء الله أفضل 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 صحيح مثل ما قلت هذه الثروة إذا ما اهتمينا فيها تطور أي دولة في العالم من الأجيال الصغيرة إذا ما أنبت العقل السليم في جسم سليم أحسن ببساطة سيد مجدي في نهاية لقائنا نفس ما عودنا مشاهدينا ودنا في نصيحة منك لعيالنا الصغار اللي يستخدمون المقصف والله يا إخواني شوف أنا يعني اللي أجرب على نفسي أحب إن الجميع أيضا يسوي كنا أسوي جزء منا صح جزء منا غلط هذا اجتهاد مني صحيح أتمنى إلى حين تعديل القيمة الغذائية والوجبة الغذائية بعصر المفيدة تعديلها البيوت تهتم طرش مع الولد بعض الفواكه بعض المواد الغذائية الخضروات بعض العصائر الطازجة المناسبة يعني تعوضه عن نقص المواد الغذائية ذات المنفعة المباشرة له صحيح بعدها إلى حين توفير وأعتقد إن شاء الله في متأكد 100% أن في خطط لتوفير البدائل هذه من خلال المدارس نفسها. بيض الله وجهك وما قصر شرفنا عشاشة الرياض. الله يرضى عليك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام أتمنى أنكم استمتعتوا معنا في جولة جديدة مع البلدية وبكون معاكم مستمرين مع جولاتهم والتوعيات والنصائح بتكون معاكم إن شاء الله خلال مرتين كل أسبوع نتمنى أنكم استمتعتوا معنا ولكن الآن جاء وقت خواتي في الاستديو وأرجع لخواتي. شكرا لك اخوي حمد على هذه المعلومات وكل الشكر حق ضيفك والله نشاطهم في الفسحه الحين خصوصا بعد بدايه المدرسه ذكروني على ايام اول بس على ايام اول كانت يعني قليل ما نحصل الاشياء يعني مثل الكافي والحلاوه والسوالف كانت قليله يعني في المقاصف بس الحين لازم احنا نلتفت حق هاي الموضوع جدا مهم انزين كل مدرسه تلتفت حق موضوع السعرات الحراريه اذا الطفل يعني ياخذ في اليوم سعره يعني 2000 سعره حراريه ولا 2500 سعره حراريه اقسمها نصين اوفر له الوجبه الغذائيه اللي يحتاجها
بما أن المدرسة البيت الثاني حق الطفل. مشاهدينا فاصل أول بحلقتنا، ونستقبل بعد السيدة مريم الحمادي الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة والاتصال بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. خلكم معنا.